من لندن بينضم إلينا أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية. أرحب بك أبو بكر مجددا عبر منتصف النهار. بالأمس تحدثنا عن فكرة الأزمات والتضخم الاقتصادي الذي يئن منه المجتمع أو الشعب البريطاني. اليوم أتحدث معك عن غلاء الأسعار. بطبيعة الحال بريطانيا هي من أغلى الدول فيما يخص الإيجارات. أن يحدث غلاء مضاعف، ما هو انعكاسه على الشارع وعلى المنتخب أيضا؟ الناس تعاني وتعاني كثيرا جدا من انفجار الأسعار فيما يخص الإيجارات. كما قلت هي أساسا عالية وعالية جدا، ولكن كان على الأقل هناك مستوى معين من الدخل يسمح لبعض المستأجرين بدفع إيجاراتهم. هذا المستوى تآكل بحكم التضخم وبحكم فقدان الناس لأعمالهم والأزمة الاقتصادية بشكل عام. يستغلون اليوم موسم الانتخابات ليرفعوا أصواتهم ويطالبوا الحكومة القادمة أيا كانت يعني هويتها بضرورة حل هذه المشكلة. اليوم بالذات أعلن بنك إنجلترا عن وصول معدل التضخم إلى 2%، وهو المعدل الذي كان يستهدفه البنك أساسا، ويقول أن هذا المعدل عنده سوف تبدأ ملامح حل الأزمة الاقتصادية. في ذات اليوم الذي أعلن فيه عن وصول معدل التضخم إلى 2%، تم الإعلان أن الأزمة الاقتصادية ليست في طريقها إلى الحل. على الأقل فيما يخص الإيجارات لن تشهد أي تخفيض، لأن معدلات الفائدة لن تنخفض على الأقل قبل أشهر من الآن، فيما يبدو أنه تكريس للأزمة الاقتصادية. إشكالية أزمة التضخم أنها ترفع معدلات الفائدة، وأغلب ملاك العقارات هنا هم يملكونها عبر قروض من البنوك، يضطرون لتسديدها بمعدلات فائدة الآن مرتفعة جدا. انخفضت مرة أخرى كما قلنا إلى 2%، ولكن هذا الانخفاض هو في بنك إنجلترا، لكن في البنوك الأخرى لا تزال معدلات الفائدة عالية. أمامنا أشهر حتى ربما تنخفض هذه المعدلات، مما يعني أن أزمة الإيجارات موجودة. الناس منها من غادر منازله وذهب إلى بيوت أخرى، أو وفر من ما ينفقه على أشياء أخرى كالأساسيات ليدفع قيمة الإيجارات، ومنهم من اضطر لمغادرة المدن الكبرى لا سيما العاصمة باتجاه مدن أخرى أو حتى بلدات لتوفير النفقات، وطبعا يضطر للتنقل يوميا إلى عمله عبر مسافات بعيدة. أزمة العقارات منشأها الأساس بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة أنه لا توجد قوانين ضابطة للعلاقة بين صاحب العقار والمستأجر، وهذا بالضبط طيب يعني ما يريد الآن يعني أريد أن أعلم من يعني عليه. طيب أبو بكر، يعني في الانتخابات دائما ما يضع الناخبون أنفسهم صلب الحلول المشكلات لحلها. من هو الناخب الأقرب لحل أزمات بريطانيا؟ هل هو ستارمر أم هو على الصعيد الآخر الموجود الحالي؟ من هو الأقرب، سوناك أم ستارمر؟ استطلاعات الرأي كلها تقول أن العمال بقيادة ستارمر هم الأقرب للفوز بالانتخابات، أساسا ليس لأنهم هم يعني أصحاب البرنامج الانتخابي الأفضل، وإن كان يعني الكثيرون يفضلونه، ولكن لأن هناك حالة من يعني الرفض التام للمحافظين أيا كانت هوية من يتزعم الحزب عبر 14 عاما. السنوات الأربعة والخمسة الأخيرة كانت كارثية على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسي. وضحت الفكرة، هم أشبعوا التجربة. نعم أبو بكر، أشبعوا التجربة فيحتاجون إلى وجه سياسي جديد يختبرون معه واقع بريطاني قد يكون أفضل من الحالي. بشكرك أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من بريطانيا.